يرجع مرة ثانية لويس سواريز، لويس سواريز كرة في العمق، أوي يو يو كادت توصل بس خطورة، با 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 با، أوي يو يو جول جول. أنت لست ملك يا سواريز بل شيطان، أنت شيطان يا سواريز. استلم الكرة مررها ثم التقطها وسجل هدفا. شوف يفعل العجب في رمشتين، سواريز في مساحة صغيرة جدا مرر التمريرة ثم الحقها. واو يا سواريز في المساحات الصغيرة ماذا يفعل؟ يراوغ حتى الحارس ويسجل، يفتح مجال التسجيل ليفربول بفضل الرجواني. سواريز استلم باليمنى وسدد باليسرى على الجهة اليسرى من مرمى الحارس هيغو لوريس. إنه الهدف السادس عشر لويس سواريز. الشيطان الأحمر نعم يلعب في فريق الشياطين الحمر، هذا هو الرجواني. سواريز بعد هذا هل يمكن لفريق ليفربول أن يترك لاعب من حجم سواريز؟ تلك الموالية، لذلك يمكن أن نتوقع كل شيء في دور يتميز بالكثير من الحلاوة والبراعة والروعة. با 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 سواريز. لا لا جول جول. أندرسون يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الأربعين. هل شاهدتم وهل لاحظتم ماذا فعل سواريز؟ هيغو لوريس صد الأولى ثم الثانية والثالثة، قالت له لا. شوف لي هذا مرة ثانية، لويس سواريز لستيرلينج، ستيرلينج لأندرسون من هناك، كرة في العمق صعبة، الكرة الأولى صدها والثانية من سواريز صدها والثالثة لم يتمكن منها، الثالثة ثابتة والثاني لفريق ليفربول في الخمس دقائق الأخيرة من عمر الشوط. ليفربول يصنع الحدث في لندن ويضيف الهدف الثاني عن طريق أندرسون. القط والجن وإبليس لحقها، ولكن هذه المرة الهدف كان من أندرسون بيمناه على يسار الحارس هيغو لوريس. الانطلاقة من هناك توصل لكورتينيو، أندرسون ماهوش مثل الكرة صعبة، أندرسون أندرسون يلحقها مرة ثانية مع سواريز. جول جول فلامانغان وليفربول الثالث، وانتهت المباراة. الآن نستطيع القول بأن المباراة انتهت. لويس سواريز سجل الأول، مرر الثاني ومرر الثالث، فلامانغان في القائمة الثاني يسجل. هل لاحظتم بأن الكرة مرة أخرى ضربت في القائم؟ لا تحتسب الكرات التي تضرب في القائم وتدخل، فقط احتسبنا الكرات التي ضربت في القائم وخرجت. ليفربول حطم الرقم القياسي ب 12 كرة، هذه المرة فلامانغان. واو كم هي جميلة الأهداف التي تضرب في العارضة وتدخل، كم هي جميلة الأهداف التي تضرب في العارضة الأفقية وتدخل. يا سلام على هذه الكرة، التمريرة حطها على طبق لويس سواريز ناحية المدافع. فلامانغان الثالث لليفربول في لندن أمام توتنهام. يا له من ليفربول، يا له من ليفربول، ويا له من توتنهام. ثلاث أهداف مقابل صفر قبل ربع ساعة من نهاية المباراة. عناصر ليفربول شعرت بأن المباراة انتهت هنا. فلامانغان سجل هدف ثالث، من أروع ما شاهدنا، هدف فعلا كان رائعا من المدافع الأيسر. والكرة با 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 الرابع. لويس سواريز يسجل الرابع، وله من الرابع الهدف السابع عشر لرجواني. لويس سواريز ببراعة لا يكتفي فقط في تسجيل الأهداف، ولكن يفنن أيضا في تسجيلها. شوف الكرة ملعوبة بشكل رائع عن طريق لويس ألبرتو لسواريز. واو يا سواريز، يا سواريز عنده عقد مع المرمى ومع الحراس، عنده عقد مع الكرة ومع الأهداف، عقد طويل المدى. لويس سواريز يسجل هدف رائع جدا برباعية، فريق ليفربول متفوق على توتنهام. يا لك من سواريز، يا لك، يا لك من سواريز، يا لك في وقتنا اليوم. تنام على ليفربول، ستيرلينج ذات السرعة، ستيرلينج يوصل على سواريز، وصلته سواريز، وصلته سواريز، 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 با 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 با، خامس نعم، جول. هل تذكر
فكرتم بأن سواريز سجل هدفين ومرر ثلاث تمريرات؟ نعم، ثلاث أهداف أخرى شارك فيها لويس سواريز. إذا لم يسجل يمرر، وإذا لم يمرر يتسبب في طرد أحد اللاعبين، وإذا لم يتسبب في طرد أحد اللاعبين يمتع ويضرب الكرة في العارضة الأفقية أو في القائم. هكذا هو ليفربول، وهكذا هو سواريز. سواريز يمرر لستيرلينج، يقول له حتى أنت يجب أن تسجل يا ستيرلينج، لأنك أبدعت وأبدعت في هذه المباراة وكنت سندا وكنت رائعا خلال الشوط الأول، تستحق أن تسجل هدفا. هو الخامس لليفربول على توتنهام في لندن. هذا العجب وهذا الذي تشاهدون يحدث فقط في الدوري الإنجليزي، يحدث فقط في إنجلترا.